نجا هو شعر ولا حديث؟ وهذه هو أصلا حديث بس نحن سرناش إحنا شعر ولا حديث سياق ما بعرف حديث تمام؟ لأنه شو ليش هذا ليش أطلع؟ لا لا هو بعرف بس اللعبة مع حديث يا مرة طيب تروح أقول هلا مين عنده سؤال عن حضرة الماضي؟ اليوم نعتمد كثير على حكي بعد ربنا اليوم الثالث عبارة عن تشخيص تصميم الناس شو فيديو هنا؟ هذا الفيديو بس لوجيك هيك مش غلط انا بشوفه طلع شو اسمه بالضبط. يعني لو ما كان موبايل قلت بس حسب الحاجه
عن الجامعة في ندرسه قالوا أعطينا مبدأ فيزيائي يعني لو مبدأ فيزيائي على الجدار ممكن بعدين طول دخل عن الكمبيوتر عليه ولا شيء يأخذون في الحين شو هذا الشيء اللي يكوني الحامل شو أهم التطبيقات اللي بيشتغل عليها شو صور كثير من الناس يعني شو نفس الشيء مثلا حكينا على بيت شو بيصور على أمس طلعت شو بيصور إذا كبرت الدنيا شو فرق بين الفيلم على شو بيصور بحكي بعد شو شو بيميز عنه طب شو بيصور ليه؟ بيصور يعني في ثلاث مواضيع يعني الحمدلة قلب هضمية مرارة جسمية نسائية محل مهبلي العائلة الناس الأوعية صفحة ليش لحظة توصفه؟ هذه معربة يعني معربة؟
لأنه مش هتلعب عربي معنا برسل. اه بلدة بجوز لقال او حمودية من العالم العربي مع الله تصبح لنا من الرب اسمعنا تمام؟ فلقول له لقال او حمودية هذا لقال او حمودية أنا لقاء مو مخلوقتي لقاء 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 عندي جهاز مقال عندي جهاز محمول شو عملت؟ يعني محمول فيني أنا شيله من الطاولة يعني فيني أحمله فيني أنا إيه مع الطاولة مع الطاولة تماما طيب فيني خليه على الطاولة أعطيني عبارة تشرح الفكرة كل فيني أو بدريمة إنه يعني شوفوا مثلا قول هذا الجهاز ممكن يكون طاولة هذا طبعا 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 يعني إذا عملت واحد قال ميز لي جهاز محمول على الجهاز ده شو بيكون هذا الجهاز صغير جهاز الجزء الأخير طب نعم طب في جهاز عربي يعني يعني ممكن مثلا يكون عربي ممكن هذا في جهاز كبير هيك كبير كل عربي طب يطلع يعني هو بيعرف يطلع كبير يعني عربي هو جهازه هو جهاز ممكن يكون عربي إيه قربت كبير قربت بس شو بدنا نقوله شو بدي يميز جهاز يا أخي حطوا دكتور شروط شو بدك تقول له انه هذا الاثنين يعني بتعرف ولا بعرف انت قال ولا بتعطيه عباره خلص اكيد بده يجي هون ما في مجال انت يعني شو العباره هيك دائما نحن شو اللي شرحت دائما اول شيء لازم تكون يكون مهندس يكون واضح معروف شو هو والشغله الثانيه اعرف يكون اللي هو اعرف اوصف الفكره المهندس هو يعني كثير يعني مثل واحد بالسوق بيتجزا في يحلو بوقون هذا الحركه يعني مش يصير محمول هذا والله اذا بتعطي كلمه ليش بعطيني يكون محمول؟ هو محمول بس شلون بيفرق محمول على النقاط؟ يقول لي كلمه تفرق عليهم على عمليه هي فرقة خاصة حلو شو؟ إذا العربي جزء لا يتجزأ من الجهاز معناتها عربي أنا قلت عربي ما فيش ناس عربي العربي جزء لا يتجزأ من الجهاز شو صار لك؟ صنقة لأنه إذا تجزأ من الجهاز صار ليش ما بيتجزأ؟ لأنه المورد لا تكيب هلأ هيك أسئلة أنا أقل المحمول خلاص محمول فصلت بين هذا إذا أنت بدك إياه محمول تقول لي محمول تمام بس شو بدك إياه أغلى يا شو أغلى أما إذا بدك إياه بدك إياه النقاط الجزء العربي الجزء اللي في الرجال يعني بودرة تمام طيب أوكي هلا في هي حكينا مع محمول هي شو كان عندنا الشغلات الثانية اللي نقدر نجزئ كل شيء شو هو الفصل الصمي الاختصاص الاختصاص تمام فمثل الرباط انت عندنا قلبي وعندنا اوعي وعندنا هي بل مثل هذا الجهاز شو بتقول عليه؟ في لون عام بس هو على حسب الرباط اللي بحبه الرباط هلا في منه بيجي عام في منه ما بيجي عام تمام فبدنا نعرف احنا شو هو الجهاز بيحمل ولا ما بيحمل تمام شلون بعدين تطبيق بدي اول ما احنا تطبيق يساري شو بدي برو؟ نهبل وبدي برو ثاني اللي عليه كومبكس فكون بس من هذي خلاص صار عندي سعر طيب شو بدي أنماط صغار بس أنا رايح أشوف الأنماط صغار تعرف شو التطبيق تبع تعرف شو نفس الشيء فهي الفكرة أنا بدي أعرف شو بدي أنماط صغار تعرف شو بدي قياسات تعرف شو بدي بروبات تعرف شو بدي طيب ما أنت تطبيق يا قلبي يا أوعية تبي يا سعر النوع البروبات عم تركب عليه فيز أبي ولا عاصم مطارة محمول ولا لا هو أنالوج ولا ديجيتال جهاز أحيانا يكون أبيض أسود أو أبيض تمام؟ جوان يعني جوان يبين أن لا أمر أنا شفت تخطيط هذا الشيء تمام؟ إيه؟ شلون نقال وشلون محمول وشلون هيك؟ قال والله إنا حلو عرفنا إنا في نقال في محمول فمحمول شكل واحد؟ شوف يا شكل بعد هي
كيف بيقولوا له لابتوب مش لابتوب تمام؟ تمام في محمول في لابتوب في بس بيجي بيجي بس تابلت تابلت في تابلت مثل ما تابلت في ها شكله مثل لابتوب مثل لابتوب نور ثيري هذا المحمول في ها محمول في ها هيك بس هيك بس هيك في هيك كمان هذا هيك في هذا محمول في وايرلس تمام في وايرلس فمين هو وايرلس؟ المعلومات بتنحفر؟ بس انت في سعيد يقين في الجامعة مرة في امر مثلا حالة انسان تصور حالة طلع صوت في الامتحان هذا هو مرة بس عارف تمام؟ لا اسمع بدا كثير من الصوان كلهم بدون ربا ايه والله ما بدنا اشتغل بدنا اشتغل شوي طيب هذا وين؟ طب كل شيء تبعك انت هذا هاي اللي بدو يسوي اللي بدنا ما يسوي توقعك معك والله اليو اس بي اسهل سوي لك الغيوة يمس هذا معقول منطقي طب اليو اس بي ايه منطقي لك تنزل والله اليو اس بي حبيبي ودائما لاحظ الواحد يتسلم بس نحن نفكر فيه مثلا شوي ممكن يكون في بلوك ويرلس او ممكن بلوك ويرلس او بلوك ويرلس ايه هناك منطقة اكثر من هناك حطي على اللابتوب نزل نفس البرنامج اللي بنزلته على اللابتوب لا عادي برنامج اللي هي عشان اللابتوب يعني اشغلها على اللابتوب ايه بس اكيد رح يكون اسعار الموضوع يعني كثير غالي يعني والله ممكن غالي يعني صار انه ايكو هذا شو اسمه فيه؟ صار ايكو بس ما فيني اتحكم ببقية تحكمات فيها كل شيء تحكمات فيها بقدر؟ كل من وين بختارها؟ لا قلبي ما أعرف من وين بختارها؟ هلا بحكي ليش ما معلومات من وين بختارها؟ في راشد القائمة في القائمة ايه بس ما حتكون يعني مثل هيك لا مو بس في نتيجة طالعة اللي لسه تحت
استراحة يعني شوف الجاي مو تستعيد في لك رأي في أكثر من تستعيد لأنه النمط مو هو نفس الأول الصورة شوفي تعمل قياسات تمام كشف تمام عجيب للمشاهد طبعا في 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 فيديو انا بنزله على اليوتيوب اللي بتفرج عليه شلون البرنامج تبعها شو حلقه بس تمام ف ها برون فايروس ها برون فايروس هيك اوكي حلو ليش عم شو الغلط؟ تمام حلو جدا انا حلو هيك ليش عم بص؟ قبل ليش؟ أهم شيء بالدراسة بالدراسات بالألفين لا هون سلام زي كلامك العالم قديش عم يستخدموا العالم عدد حالات تمام فلو عدد حالات كثير كبيرة بالنسبة لمستوى الطبقي بالنسبة للبرنامج بالنسبة للمدرسة كانوا كثير مستخدم وصور كثير فصار عند عالم كثير فصار ينفع أكثر كله صيانات أكثر من الجنة تمام كل شيء بيطير أكثر فرجل ما بيضر مثل هذا. طيب. هيدا من اللي يتم على الطبقة اللي لا هو على كذا أنا أنا أقوله من أول شيء فيني جاب من أول كمان. يعني هو شغلة أصلاً مختار. شو بيتغير؟ آخر أول شيء برضو مثل ما تقولنا بس الطبقة والأكسرة والبيت طبعاً طبعاً. اي كيو شعر ذكي هو بين اللي صورنا عليه صور على
لأن الغازات إحنا قلنا الهواء عدو لي، مين عدو لي أكثر واحد فينا؟ فلا وضع عليه، كأن إحنا ما دخلنا في قاعة من الذكر من الروح لأن فحصنا من الجوع، أعطينا جيل لحتى هيجي، بس ما إحنا نكون هون، كل ما شفتي هواء هيك مش كبير. عنا نواقص بعد الأعضاء في الخلف، يعتمد على نهار المشغل، هيك أكثر وصفة. يعني ما موجود. يعني تصور. ليش؟ الدكتور هي ذيك اليوم كنت عند الدكتور، قال لي صورة صورة مو مناسبة، والله ما صورة يومين شو صار؟ ضربت كذا صورة على الصحن. اهو احنا عارفين. فأول ما تبلشوا فيكم إذا ما شغال على حالك ما عم تصور على اللي حالك ما عم تصور فيكم لأبوك كبر. نزلنا لي الدكتور شو بتساوي؟ بعاين بتحط صيام ماشي. أخذت صورة بنص ما في شيء فيها. يا في فحص البوردات انا شفته. طيب شو سوي؟ صور معك انا. قطعت صور قال انت مريض ما هو مو عارف. يمكن هو استحي تمام؟ طيب يمكن مريض ما ايه ممكن مريض ما يفحص بس مو بجهاز ما تمام؟ في عنا برضه اصنام كثير بتفحصوا عليهم وقتها. تمام؟ طبعا دخلت حكينا عن الكوستيك نيوتن تمام؟ شو مشكلة عبارة؟ طيب في مصطلحات اللي بنعرفها إذا أريد كتب تدرسها حبيت أن أحطها مشان إذا بردو تعرفوا هني دائما تسمع مصطلح اسمه emotions شعري صورة مجازية دائما في المهي في بطولة تكامل أنا ما بدي يكون جزء الصورة أسود وجزء أبيض أو جزء أبيض كثير وجزء وسط لازم كلها تكون مجازية كلها على سيئة المدى سيئة أحيانا كأزرار هدول تي جي سي هدول تمام ليش؟ عم نص دائما أنا عم نص دائما هو ستاندر تمام بس أحيانا الأجهزة دي كنا حطها لسه لا مايلة مايلة ليش؟ نحن كل ما زاد اختراق شو بصير؟ تضعف إشارة بتدخل مرة إذا تخمد الإشارة مش علينا قوية بدين طب أنا بعلي الإشارة لراجعة تمام بيجي هذه القوية تضخيم أعلى تمام؟ ليش؟ لحتى عوض النقص اللي رايح تمام؟ فليش تأخذ بصورة متجانسة؟ طيب، عندي صورة اسمها هيبو كوري هي رأس المعتمة تمام؟ عندي صورة اسمها هايبر كوري هي عادة الصابعة طيب، هيبو قليلة هايبر عالي تمام؟ بابي اسمها هايبر مايكل هايبر هيك شخصية هيبو إيزو قال لي شو هو وهم ركس صحيح إذا وده يكون بريكو أيش ولا ما إيزو نزرع ولا لا 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 مصطلح لأن هايبر هيبو هايبو هايبو اللي هي قليلة كثيرة هايبر إيزو شو وصف هذا شو هيبو هيبو يعني أسود هايبر يعني الوسط العالي هذا بها شكل بيضاء هايبر الحفة بيضاء هايبر الإيزو جو المالباني هذا هو المتاح قريب على الأسود غامي الأسود ليه أنا تمام هي مجموعة إذا دائما نبحث على صورة هيك وتجاهل أي مصطلحات في السرعة في السرعة في السرعة في السرعة أي أول مصطلح مصطلح الثاني في لبي اللي إذا رينا هو المصطلح أكثر الدكاترة والمنسيين كبير فيه شو هي مصطلح؟ قال أكثر مشكلة تشوف الصورة اللي وين هذا الصورة فوق وين تحت لوين مين يسار منه اطلع الصورة أنت أخذت شريحة صورة تعطي خيالية وين يعني عم صور هون حاطط صورة الروب عم صور كلية تمام؟ عم صور كلية شو عم باخذها؟ أنا هذا الروب عم بعطي شريحة وانتقلت شريحة فأنا هون عم صور الروب بس شريحة شو عم باخذها؟ هاي هاي الشريحة هاي الفايس مان أنا كلية هون عم بصير السماء شو عم بطلعها؟ هاي الروب راي وين يمين وين يسار وين يمين بس هذا الجروب تمام؟
شلون بدي اعرف يمين يسار جروب؟ يعني اللي طلعت صوره مو طلعت صوره يمين يسار، شلون بدي اعرف يمين يسار؟ هلا كل جروب بشكل دايم بيقول لك انه هون اليمين يمين وفوق في مؤشر دايم تمام. انا هلا هون مؤشر هون باتجاه اليمين او فوق، هلا هون مؤشر هون هون هيك اي جروب او بيكون في لون لون معين طيب اسمه انديكيتر. هذا المشي هون بس المشي حطه انا هون تمام على على بطني وصور ببلش يعني هذا بتقطع اليمين؟ اه طب حطه على اليمين ولا حطه على اليسار؟ مش عارف. فهلا انا هذا القاعده يعني معتمده بكل العالم عشان نعرف احنا هي بدي احطه انا برو بدي اشوف هلا هون عم حطه اول شيء في عندي عشان اذا بدي احطه هيك او هيك شو اسمه هيك اذا انا حطيت هيك واخذ شريحه شو اسمه هذا المصطلح؟ ما بعرفش ايه عليك شو اسمه المصطلح؟ سهل سهل طولي مصطلح طولي على طول تمام؟ هذا المصطلح شلون بيجزئ الصورة؟ هذا تاخذ المصطلح انا لازم الاسامي ونص اخذ الاسامي ونص عليك كذا اذا عملت الاسامي ونص اتفرج عليه مجموع شو بيقسم صورة؟ في شيء قريب في شيء ثاني في شيء اتجاه الراس تمام؟ جزء الصورة باتجاه الراس زي هون وشي الوشي باتجاه الراس والعكس الوشي باتجاه الرجلين تمام؟ في عندي انا هي يمين ويسار في عندي امام وخلف يعني قسم الامامي من الجسم قسم الخلفي من الجسم صح؟ ما انا قصيته للجسم قريب من البرو قريب من الراس برو اسمه قسم امام والبعيد عن الراس اللي هي اسمه قسم خلفي الجسم صح؟ ولا فيها ولا مو واضح؟ تمام يعني اذا صرت الجسم بهالشكل راحل هلا القريب على الصره مثلا هو قسم قريب من البرو والقريب على العروق قريب هو القسم الخلفي للجسم فبقول امامي وخلفي. طيب شو يعني امامي وخلفي؟ طب كل شيء قريب على البرو اسمه انتريور وكل شيء بعيد عن البرو اسمه بوستيريور طب يعني امامي وخلفي للجسم. طيب بقي لما هي صوره ثنائيه مصطلح هذا عم بحكي عن مصطلح مصطلح اكس مصطلح واي شو بيكون؟ وين هي؟ بقول لحد هاي مرتين البرو بقى انها هي مصطلح اكس باتجاه الامواج المسقط الثاني وين؟ مو هي من اليسار المسقط الثاني فوق تحت شو هو؟ مسقط واني شيء باتجاه للراس اسمه صدرير تمام؟ وشيء اسمه باتجاه للرجلين اسمه اكليريك تمام؟ طب للراس لان هون وشه هذا الوشه هون فالوشه تحطه على الراس وهي تحطها تحت او تمسك البرو دائما وشه لفوق تصور وشه لفوق فوشي بيكون ماشي على الراس فطرف الصورة بيكون على الراس الطرف اليساري على الراس والطرف اليمين على الرجلين فأنا بعد أنا قمة الكلية ولا راس الكلية ولا طرف هذا المكان تمام فإذا لقيت قافية أنا بقلب على راس الكلية ولا طرف الكلية أعطوني لا هو هذا البرو هيك مسكته وراح أحطه فأنا بصه هيك تمام هيك بصه هذا الطرف كان متجه لوين؟ على راسه تمام؟ فهون صار راس هون راس اللي مسار وهون ايش الاقدام وهون قسم امامي وهون قسم خلفي هون الامامي مسار صار راس الامامي هو الاقرب للبلوك فقري ايه؟ هون عرض فقري قريبه يعني هي السر قريبه هون فقري صح؟ صح؟ صعبه؟ قدرت تتخيل هي بس هو ليش عم شرحت انا؟ الناس بتقول لك ليش سخيفه؟ هي بس بتخيل تبع بس تخيلت وراح يطلع فانا قصيت الجسم قصيت الجسم من الاصل تمام؟ فهي الصوره ودت تطلع شريحه طب هالشريحه هي شريحه القريب القريب برو هي قسم امامي اللي راح يصرف واللي هي اليسار ويسار الصوره هو الراس مش من هو يسار الصوره هي الصوره هي تمام؟ واضحة؟ وضحت أنت بالعربي. أها، إذا تريد واضحة، شو حولت العربي؟
اليقول واضحة خلية شحنة ليه مش عايش حنة واضحة؟ أنا ما طيب هي فيها هي شوف بس ما تخيلتها بغض النظر شو توقعت شوف تخيليها صح الشريحة اللي شفت ما شفتها فيديو مش عم يصير كلية الشريحة هيك عم تطلع امواج هيك تمام هي امواج عم تعمل صورة صح مو هي الصورة يمين تاع الراس هي هاي البروفات هي قلبنا خطتها هيك مو يمين تاع الراس هي هيك اه طيب مو يمين تاع الراس ويساره هيك وفوق تبعه قريب من البرو قريب من البرو هو شريحة في رأيي بعد قريب من البرو بالصلاة خد في الجمهور تمام واضح واضح طيب قلبنا البرو هيك قلبنا مؤشر خلينا على اليمين على يمينه مؤشر خلينا على اليمين والطرف الثاني مؤشر خليها يمين يمين جنب المريض ولا المريض يمين المريض يمين المريض يمين المريض تمام مؤشر يمين يمين المريض واللي هي معناتها ما صار صورة أنا لم أن شو صار عندي هيك الرأس صار يمين والرجلين طيب هو تحت شو الرأس يمين هلا بدل الراس صار يمين يعني كان راس تمام كان راس صار يمين المريض يمين المريض ورجلك يسار بدل رجلك بدل راس ورجلك صار يمين يسار شو صار بعد اللي بقى عند الصورة هاي المساطر هاي المرشير بتبع على المجهات تعرفوا من المجهات
المرشية مثلا اللي بعده بطلع نفسه على الفراغ. كيف بتكون المرشية أحيانا بتكون هيك برا هي إذا حطينا هيك في إبراهيم هي مرشية هذا هي الراس هي الجميل هي كمان زرقناها هي ورا ما حدا فهمي Then the basic physics and its clinical concepts. Ultrasound imaging systems use a transducer, also called an ultrasound probe, to send sound waves into the patient's body. These sound waves bounce off different tissues within the body and return to the transducer. The return sound waves, or echoes, are processed by an ultrasound engine to produce a black and white image of the organs. هاي طريقة التوليد بالمحجن، أنا ما تصدر على حدود المواصفات الكهربائية تنعكس تتحول لكهرباء هي الكهرباء تعالج طيب شو الفكرة الأساسية تبعها؟ نحن بنعتمد على أساس إنه نحن على المعادلة الأساسية مسافة تساوي السرعة بالزمن تمام؟ أنا السرعة ضمن المسير ضمن اللي هي بتعرفها هي 1540 تمام؟ مسافة هلا أنا حسب الزمن بعرف شو المسافة فأنا الزمن بعد راح أخي راح أخذ دقيقتين السرعة اللي عندي بس بضربهم ببعض بطلع معي قديش المسافة اللي أنا أقطعها بس مع اثنين لأن المسافة راح أرجع بس الموجة بس الاستماع ترجع فالزمن راح أرجع بس مع اثنين لأن أنا أرجع هاي بس أنا شلون بدي أستعمل هذه الصورة هون هي الصورة شلون بدي أعرف هون لازم تكون أسود ولا أبيض فبالعكس هون بحط أبيض عكس أول بحط أبيض هون أكثر وبعد الصورة طيب شلون بتشكل الصورة؟ هلا شوف is a cross-section inside the patient that is formed line by line in front of the transducer. Here, we see how a typical image of the right kidney would appear on screen as the user positions the transducer at different angles. To produce images, an electric current is applied to the elements in the transducer. This generates a transmitted pulse, or a sound wave, propagating through the patient. The sound travels rapidly through human tissue at approximately 1,540 meters per second. As the sound wave reaches internal structures, reflected waves are sent back to the transducer surface. The waves are processed to generate black and white images. Since sound travels back and forth at a known speed, the system is able to interpret the signal and display structures at their exact location on the screen. Shallow structures, which reflect first, will be displayed at the top of the image. Echoes from deeper structures take longer to return and are displayed at the bottom of the image. This processing is done rapidly enough to display moving images in real time. أو بيلعبوا على الصورة حتى يكملوا الصورة. أما يكون عندي سواد. أوكي؟
هذا شلون بيصير التفاعل بين الأمواج والنسيج. تذكروا حكينا عن البعث وحكينا عن العكاز حكينا عن صح؟ شلون بين العكاز؟ شو هذا التبعث؟ شو هذا؟ هشوف هذا الفيديو هذا عن الأمواج أنا أعلم معكس بشكل كبير المسالك كرم أو أي شيء سائل يمر في قلبه وما تقدر تسأل عنه هو إذا كان كبت يعكس على الأمواج كل واحد يعطينا درجة فنحن عندنا انعكاس على تخمين وعلى انقسام وعلى تبعث هنشوف شو واحد هلا هنشوف التخمين والانقصاص تمام شوف شو هو effects of frequency. With ultrasound, the major source of sound wave attenuation in soft tissue is absorption, which is the conversion of acoustic energy into heat. This results in the ultrasound wave becoming weaker over distance. Deeper structures can be more difficult to see with ultrasound as the signal attenuates. Most فأنا عم بعطى مواجهة هي عم تنظر في شيء عم ينعكس شوية تذكروا إنه قديش مثلا فريكونسي بالملي سكند وإنه 3000 موجة فهم أول شو أول مثلا 5 سنتي راحوا 1500 بعد 6 سنتي 7 سنتي راحوا 2000 2500 صار 500 بالآخر شو بدي أعرف شو يعني شو حتى لو كان عكاز قوي فطبعا على سواء بسبب التخفيف تبعه فشو نحن نعوض عنا؟ نعوض عنا بشيء اسمه دي جي سي هو هدول صاير هدول عوضة Sound systems compensate for weaker, deep signals by increasing the time gain compensation, otherwise known as TGC or gain at deeper levels. Increasing the TGC or gain brightens deeper structures to improve visibility. Reflection. هو ده صورة مجانسة حق بيانها هذا أنا شوف هاي الصورة فأنا حتى الديبر اللي هي تغير أنا ما غيرت هلا دائما طبعا عندنا تخمين كان الاعتراض هلا بالغازة طبعا هي الاعتراض تمام طلع صور بحصل مع صورتك البون كمان البون يعطيك دو يجنب الصورة من مين عاش هاته نشوف تفاعل الأنسئلة مواجه مع الأنسئلة It occurs when a sound wave encounters a boundary between two different media such as between tissue and bone Some of the wave bounces back toward the source of the echo The reflected angle of incidence is identical to the transmitted angle of incidence Structures such as bone are strong reflectors, which means that most of the incoming wave is reflected by the structure. In this case, an acoustic shadow will be created. Scatter. لا هذا بتمشي انعكاس عالي فانا دائما بتكون دائما في المعادله اللي احنا اخذناها زاويه السقوط صار زاويه الانعكاس فكل ما كان زاويه السقوط تسعين انعكاس شو بيجي اذا كان في هي في انكسار في شيء ضايع يكون ما يجي هذا شلون بصير انعكاس الضعيف Better occurs when ultrasound waves encounter a medium with a non-homogeneous surface. A portion of the sound wave is scattered in random directions. The consequence of scatter is known as speckle, which produces a grainy appearance in an ultrasound image. هي أمواج عم ترجع على كريستال الثاني وهي مو أصلاً مو موجودة شلون؟ بترجع بعيدة، فشو بتعطينا صورة؟ بتعطينا سبيكلز صورة، بتسمعوا مصطلح اسمه سبيكلز، سبيكلز هي بقعة، كان هي صورة بقعة أو محبحبة اسمها جريني، بتسمعوا صورة اسمها جريني، بعدها هي محبحبة أو بقعة، هي سببها إنه في عنا تبع صورة طبعاً في معالجات الصورة اسمه سبيكل ريدكشن تقليل هدول المحبحبة. تبع صورة
بتبعثوا الامور فالصوره اذا مو خطيه صح او الصوره ضعيفه مثلا بالضبط ضعيفه تعادليني طلع عارف طيب يعني شو اسمه توصيل كهربائي شو توصيل كهربائي او صوت For sound to travel through the body, the medium must be acoustically coupled. Since ultrasound is reflected by air, we need to use gel, and there has to be proper contact between the transducer and the patient. When air is trapped between the transducer face and the skin, it reflects sound waves and creates shadowing. Straight the concept of sound frequencies is listening to loud music played in the home next door. موجة طويلة تمشي أكثر موجة قصيرة ما تمشي أقل هاي موجة مثلا تختلف البيت الثاني موجة بتصير ما بتختلف Bass or low frequency is often heard through the wall. Higher frequencies are often attenuated or absorbed by the walls of the home. One cycle of a sound wave is composed of a complete positive and negative pressure change. The distance traveled during one cycle is called the wavelength. The frequency of the wave is measured in cycles per second or hertz. Audible ranges of wavelengths heard by humans are between 16 and 20,000 hertz. Ranges higher than 20 kilohertz are not heard by humans and are considered ultrasound. In the case of typical ultrasound imaging, the frequency range is between 1 and 20 megahertz. Smaller piezoelectric elements vibrating relatively faster generates higher frequencies. Larger piezoelectric elements vibrating relatively slower will create lower frequencies. نور الصورة شو بعد أهم عوامل تأثر نور الصورة إنه الفريكونسي تمام؟ وين شو بس؟ Several parameters affect the clarity of an ultrasound image. One of them is frequency. Lower frequencies are less attenuated and provide better penetration, which is good for deeper structures. Higher frequencies provide better resolution for shallow structures. For optimal imaging, it's critical to select the transducer with the right frequency for the anatomy being examined. واحد بالمية من الزمن و99% يستمع
الديزاين الاجتماع نسبة 99% من الوقت. معظم وقت هو واحد من يرسل الباقي وقت كله بيستمر بيستمر بيستمر. ليش؟ عشان يقدر يغطي أكبر من كل ما خففت زمن الاستماع على كل ما خففت شو؟ خففت العمق تبعك. فأنا بقلل عقل اللي بقول له قلل على زمن الاستماع تبعك. فقلل الزمن الاستماع تبعك قلل على في زر اسمه ديبس قلل فيه فبقول خلي 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 زمن الاستماع تبعك. أروح على جروب إيكو يا كمان لا أبي أصور محمود أبي أصور اليوم شو طوالي شو مراحل طوالي أول ما بلش إيكو قالوا لي شو عم تستخدمون في البلاحة البحرية والله أنا هيك بعطيه الخطوة قديش كل بعد المصروفية إذا كان عيد مكان كبير عبيد استطاع مطار كبير بقول لي ليش بس طيب طبوا قالوا طبوا تذكروا لما حكينا شفنا تبع الرباط وقالوا من بيبو من ايمو لبنو تمام؟ بصراحة انا ما اسمه ايمو موشن يعني؟ موشن بيبو هو ايش؟ بكاتبت الاول يا مطلوب؟ بكاتبت الاول شو بيشوفوا حركة الدول؟ حركة الدول ما مش عارف بلونة شو رايكم؟ ايش هو الموشن؟ كنت عم اتوقع انه طيب، انا اللي بدي اتحرك. انت ليش بدنا نعمل هذا الانتحار؟ هاي صورة هاي الخط. شو بدهم يتحركوا؟ يعني في طيب يعني انا لا انا بحط لك حقيقة شوف الآخر هي بس يعني هو الآخر يعني شوف شو الفكرة يعني شوف بالدور الآخر إيش هذا يعني إحنا صورة تونيجي شو بيجي صورة تونيجي إحنا عطينا صورة بدل إحنا شنو شكلنا هذا انا على شو عم اشتغل؟
بيجوا طالعين صورة بصوت قلبين وهي صورة بالواقع تتأثر الصورة البعضة بعضة تعطوا أطوار تطلع القلبين هلا أنت طلعي هذا تمام عليكم تكام هذا يصار هيك هذا يصار هيك هذا يصار هيك بس كل واحدة صورة طب من هون لهون ليش عم تقتل المسافة أنا على التودي بعمل المساليش لفتهم حسبتهم بدي أرفع صورة ثانية تغير الصورة كلها طبعا بدي أحسب المسافة شلون بدي أحسب المسافة يعني كل احنا كل شغلنا مثل الصلاة يعني مثل لا 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 المسافة يعني حسبها بين السوية الرمادية تبع أول شلون بدي أقول مجموعة صورة أنا مش كنت معي مجموعة شلون شو يعني شو عم يسوي حتى يجمعوا هو عم يحطهم مو أن شلون ممكن يحطهم عم يعني هي لأنه هي أساسا إنه دراسة فنية قول لي أنتم شلون شو عم يسوي فنية شو عم يسوي حتى يجمعوا لا يكون طالع بيجي Thank you.
قال إن في مور كان قبل ما يعالج نفسه معالجات قوية كان مو رياضات ما كسر بينهم بعدين طلع معنا الدوبلر الدوبلر له عدة أنواع خمس أنواع يعني هنشوف شو الأنواع شو الدوبلر بس هذا اسمه مور سوي هذا شو هو الدوبلر أعضاء مخطط طبعا يعتمد على مبدأ دوبلر سمعني دوبلر من وين شو مبدأه قلم ببساطة عشان ما هي بعدين تفاصيله دوبلر قاعد يعطينا معلومتين أي جسم عم يتحرك تمام في عدد خير وإصدار صوت في فريكونسي إذا كان رايح بتغير فريكونسي بشيء بطريقة وإذا كان راجع بتغير بطريقة فاتجاه والسرعة اللي حددوا من تردد الفريكونسي تمام اختلاف الفريكونسي حدد منه سرعة واتجاه فأنا من دوبلر بدي آخذ معلومتين سرعة واتجاه هذا المخطط حيعطيك السرعة ابتدأ من نمط دوبلر لنمط كلام بعدين لنمط باور دوبلر بعدين لنمط تشي دوبلر بعدين لنمط عبد المالي بعدين تصوير الثلاثي الأبعاد بعدين تصوير الثلاثي الأبعاد الحقيقي بعدين بلاس الجرافي بعدين بديتوا عاملة في سرين شو هو التي تمام؟ واضح شو نحن نأثر على الصورة؟ نحن الصورة الديمو شو هي؟ شو تعطينا؟ صورة الجبال شو تعطينا معلومات على الجسم؟ تعطينا شريحة أنا مثل الطائر مثل الإكس راي طلقه للنار عم يعطينا منه في الشحية ما عم يعطينا منه وظيفي هو اللي وظيفي تمام فنحن تولي وعطينا منه الشحية تمام هلا في عنا شيء وظيفي في الإيكو قال لك عنا شلون وظيفتي قال لنا شلون درسناها بالموشة بالأمو هي هذا هو الموضوع الموضوع الثاني دوبلر دوبلر بيعتمد أنا في عندي خلايا دم حمراء عند الحرق بناء على حركة البرعة تكون تردد وبقيس الفرق التردد فأنا بسرعة الدم والجرح فأنا من خلال دوبلر تمام كان عندي من حق خط دوبلر اللي هو دوبلر شو عطينا خط دوبلر دائما مخططة مو صورة ما في صورة للدوبلر دائما صورة بس بالليمو أما باقي كل الأنماط ما في صورة الصورة دائما بأخذها وين؟ بالليمو والباقي كله بي دبليو هلا في نمط اسمه بي دبليو وان سوي دوبلر هذا حرق نمط دوبلر هذا نمط واحد هذا دوبلر وان سوي شوفوا مثله قال عندي ثلاثة هون زمن مع سرعة طب سرعة عالية بعد سرعة واطية طب ليش الدم سرعة تزيد طبعا يتحرك حركة الدم لا طيب دم
الشرطة بتاعت مثلا تقريبا انها سرعة الدم بتزيد وتنشره تلعب بريك تمام؟ إذا بتضخ كثير ضخ لو شو بسوي؟ نفس الضغط على الحالتين رح تحكم على نفسها بطل بيزيد ضغطه بيطلع أكثر بيفتح نوعين كل ما دار يعاء بيزيد سرعة كل ما توسع بيزيد نقص فالوعاء احنا بيقل الدم بيضيق شوي فبتلاقي هو طلع الموجود عليه بنقص لا يعاقب على سنة كده وانا بشوف كم صورة. كل ما ده زاد السرعة. هم سموه هم بدأوا وهم تحت إن بياس بالنهاية المسار. تمام؟ فأي موجة تزيد أو تضيق وتوسع عندنا قباض وبيصم. BS وين ايه بس هما عن هذا الشيء انه اختلاف عن مثلا كل شيء وفكري الشيء احنا بنزيد معنا كل وعاء ثابت الدم له مختلفه عن الوعاء طبعا طبعا انا ما بحكي انا ما بحكي عن قيمه السرعه دي سامحني القباض بتزيد السرعه بس ما قد ايش بتزيد تمام بدنا قباض في زياده سرعه والانبساط في قباض سرعه بس فهذا الدم اللي بيساوي بس يسلي ليش سرعه زايده وليش باصه؟ هلا عندي كوليسترول هذا في قباض زايد هذا في عندي هي بعاقه زايده فبيطلع لنا سرعه زايده طول ما في عندي سرعه زايده فانا بمشي طيب هذا البلس ويت سموه بلس ويت ليش؟ لانه على الصوره 2 دي بدنا مكان ناخذ فيه عينه تمام؟ فبقول له انا بعد 3 ثانيه قيس يعني 3 ثانيه بعطيك على هذا وبعد بعدها لقيس قبل لقيس فبيس هذا اسمه بيدل فبده بيت بده مكان على التيار فهي هي فهي المنطقه يا تقيسها فبتبعت موجه ما بيقيس بعد الفجر ما تقيس قيس هون السرعه هلا اذا الوعاء الدموي متجه اتجاه البرو بيطلع شو موجه اذا عكس اتجاه البرو بيصير اذا شو هو الدم انا عشان اقيس اقيس الدم اذا بتيجي في جهه الرو راح تكون ايجابي لو بشرب المحل خط ايجابي اذا لا عكس الاتجاه الرو قديش قيمته حسب السرعه الوسط تمام هذا بالنسبه للفيديو طب شو في عندك كمان وظيفيه؟ قال في عندك كلب شو هو الكلب؟ تلوين شو انا بلون ال يعني اذا انا اطول العقل بقدر لون الدم اللي ليش لا؟ شفت بالفقر ليش لا؟ مو بيسرعه؟ ايه اخي قديش عم بيدفن بسرعه؟ ليش لا؟ لونه شو لو قاعد بتبني؟ عارف الفرق بين الشريان وال طيب بالانت يا ماما مو قاعد بتبني مو قاعد بتبني اذا اختار ما بتبني طلع تمام بس انت هون قاعد اذا سوجل خلص حركه الايجابيه اللي حركه البيت وعرفت شو بعرف وين موجود الكوليسترول هو بعرف وين في الطين تبعك الساعه هون شو اللي طعمت اليوم شو اللي طعمت ما بيأثر على هذا يعني هي مش طريقة ما في شيء ناس صار عندهم حاجة عندهم مشكلة ما بيدفع عنها ملايين أي فكرة بتعطيها ملايين ما في شيء في شيء إنه أنت في عندهم حاجة كثير ولحمة ما بيدفع حقها ملايين عن حقها حقها مو ببلاش شو حاجة؟ الحاجة أنا وعقيس أنا عقيس على الرسم اللي انا عندي كثير من انا عندي عود دور الصوره الصالح تعرف الضيو قال ما في معنى هيك هو هيك مثلا بعملها بالخلف بلا صندوق هيك طبعا عملت عينات دي صرت اخذ هون وسرعه هون وسرعه هون وسرعه هون وسرعه
ساعات مش لا اذا عملت له مثل هذا كم مخطط من وحده وعندي جهاز لحق يعاني ولا لحق ما لحق تمام قال شو حساوي قال حساوي لك بعطيك قيمه وسطيه تقديريه انه بعطيك اول شيء ما حطيك مخطط حطيك يوم تركيز يوم انت بين اليوم تاعك رايح تضرب ولا مبتعد فاعطيتك معلومه اختلاف البداع فاذا كان لون احمر مثلا مبتعد طيب الشغل الثاني عندي انا مش شايف ساعه بدي اعطيك قيمه الساعه انا ما بعطيك قيمه الساعه بعطيك وسطيه بعطيك بار هيك مثلا هيك بار عمود تمام هذا العمود بقول لك عليه اذا ازرق مثلا كان هون مثلا هون احمر هون ازرق ازرق هون بعيد طب احمر مبتعد ازرق مبتعد اذا كان فاتح فهو مثلا بحط هون مثلا زائد 50 هون ناقص 50 هون زائد 50 اذا كان فاتح بكون ناقص 50 اذا كان اغمق بكون ناقص 30 اذا كان قريب الاسود بكون ناقص 1 اذا اسود فقط اذا احمر الارتفاع الرامي 1 مثلا او 10 او 10 10 من شو 10 سرعه 10 سرعه وعلى اي سرعه احنا عندنا في السرعه والاتجاه اتجاه جدا سرعة بالضبط ضلنا نشوف شو كان الضالع من السرعة فهي فكرة الكلام انه انا عدد مناطق السرعة لها من خلال سنة راح تحطها من الاماكن لما اللون بقى مين تسدوا اللون انا نشوف شو كان تسدوا اللون لعبا تمام فهي فكرة الكلام بس عشان انا انه يكون عندي اسمولة بتحطها اللون انه يعطي منطق اوسع للحسن يعني يعرفني معلومات عن السرعة في منطقة أوسع مو عن دولة كمطاقة تمام؟ تمام طيب جينا قال طيب أنا عندي في بالقلب في صمال أبنى سرعات عالية معالجات عم تحت على العالية لو أنا عم ببعض استنى لاستقبل مشكلة هو بيجي بيقول لنا نبعث استنى يستقبل من هون بيس قال ما في طريقة أنه نبعث دائما نستقبل دائما قال بلا قال حط هيدرو جزئين هون تراسلين هون جزئين هون تراسلين هون جزئين هون جزئين هون نفس الكريستالي هون ار هي بتنسان الكريستالي هون جزء يعني في لوغاري هو بيصير هون سكالي اما هون لا هون الوحده بترسل دائم وحده بترسل بالدائم بس هون صار عندي مشكله بالزمان انا ما عندي زمان وانا عم استقبل موجه عم حطه عم عبر عنها بالدوبلر تمام عم عبر عنها بسرعه بس ما عندي زي ما عندي مكان فما بعرف مكانه بس بعرف سرعته فهون على هالخط على هالخط اي دم بيجي بيعطيني سرعته اذا كان عنده على اي قطعه بس على هذا الخط بس على الخط واحد انا وجهه اجيت لهون اي حد اي وعاء على هالجهه من الشريحه بيعطيني سرعه على فبيعطيني سرعه بيعطي سرعات عاليه ليش ما بستنى فهون كان السرعه عندنا 120 سم ماكسيموم بعد القطع الثاني هون بوصل على 4 السيكل هاي اسمه سيدر ممكن اليوم تمام طيب هاي الانماط قال هيك بس احنا كل دراستنا وين؟ دراستنا على الدم قال هدول هيك جماعة هدول احنا هلا بنلعب شغل عليهم مع جماعة قلبية بس القلبية يكون فيه كيور ار هو القلبية هو كيور ار هذول ترانسفيرنا بالجي برسال مستقبلها يعني قسم كريستالات هيك كريستال كريستال بس برسال كريستال بس فهيك يكون بالبراب القلبية يعني الكريستالات اول بعض اللي هو فيه بحيان كومبكس مثلا 100 دولار والله يتعب هو يكون بروب خاص هيك هو الكمبيوتر سويت بروب فيه كمبيوتر سويت بس جديدة انا كونفكس ما في كنت مسؤول. يعني اذا كنت كنت انا وزاكو ما اخذ الكون البروب هو مصعب. لا اذا بروب مو بيرفكت ما حتى هو اخذ البروب بس بس الري بدي اشوف هذا هو البروب اذا بس الري هاي ما بيقدر كنت بس جهاز فيه كنت انا صورت لا هو اللي هو بول خاص تمام هذول كل هذول عم يحكوا مع جماعه الاردنيه اجوا جماعه طلعوا عين غاضب احنا بدنا نجرب قال لهم انا اخذ هيك كلام انت بتستفيد منه كلام قال بس انا عندي وعي هدوك يعني هدوك كده بروب وكان التعبيس تعبيس تقريبا ساعات 12 18 30 تقريبا 40 اذا فينا نقلل الى 10 19 او 15 طب بدي ساعات قليله يعني واحد اثنين فينا قال لي انه لقيت نعمل بس بعمل لك نمط خاص فيك
يعني انا عندي مشكله اذا الكلام لو عم بقيس 40 خليته يقيس 0 طب بصير حركه النسيج بيسا حركه الدم بيسا تمام ما بدي حركه النفس بدي اربع تشويش ما بدي فانا دائما بجهازي لما بقيس كلام بزاد بسميه على طلعه كل شيء بلغي سرعه محدده بس خلي سرعه عاليه قال لي بعد ما انت بدك الفلو بعطي لك السرعه العاليه وخلي لا اخر مش لك سرعه محدده ولا عاليه اثنين بدهم سرعه محدده ولا عاليه اسمها دولار ما هو دولار بدمج ساعة مقدرة على العالم فأي ساعة مقدرة بيستجاب طب آتي عندي شغلة ثالثة قال جماعة قلبي قال طب نحن النسيج مثلا معني حرارة وهلا بعد جدار جدار حرارة قال فيني استفيد من دولار قال فيني استفيد من دولار فصير بدل ما نلون الدم نلون النسيج فسموه شيء اسمه تشي دولار بدل ما نلون الدم نلون النسيج هنشوف هلا فيديو لا مرفع مطاعم فسمونا شيء اسمه تيوب دوبر نسيجي هلا شو اسمه ترى الحين اذا ما رجعنا عليه لاحظوا هون هذا اسمه دوبر نسيجي لاحظوا دم اسود لونه مو نسيج لا غير لونه اما هون دم شو لونه احمر ونسيج ابيض تمام هون اذا النسيج احمر بالاوعيه اذا بكون احمر هو الاكل والابن احمر هون بالخصيه مثلا تربية دو في تربية يعني في نجي ولا لا طبعا هذا ليش في شيء اسمه الاستوغرافي شو فكرة الاستوغرافي قال نحن عم نعتبر دقة خاصة زي بعد نسيج هل هذا الألم الرغبة والضغط طبعا بس عندي أنا مثلا شغلة ثانية كبد أو قرون مثلا هاي ماشي الضغط والضغط طبعا فكرة شو قالوا إذا طبقنا ضغط الضغط نحن على أي نسيج إذا كان في كتلة لا سمح الله سرطانية أو هي تكون دائما سبيكة كثافة عالم فنحن معروف عنا أن هي طرية فأنا بعتقد تأخذ مبدأ إنه إذا غير مدة دعوة تقلص فهي طبيعية إذا لها سبيكة وهي كانت تعتقد مع باعتبار هي دائما طرية نحن سجلها فنحن عندي أحد عالم فقعتي برنامج اسمه الاستوغرافي بيسمي الناس بروضها فرما في استجابة في الغلط بعد ما ليت ما في انضباط على التعليم. كان ضغط بالبراد؟ بالبراد. غير مصباح خفيف بس. أو شو بدي أطلع عندي؟ نشوف الأصوات. طلع عندي الصورة زي الصورة. لو الأحمر ولا الأزرق؟ الأحمر. إيه. بيقول لك الأزرق مثلا هاو والأحمر صفر. طلع. فهي شيء اسمه دراسة خواص ميكانيكية للنسيج الصلابة. ففي اسمه تصوير إشهار أو إستريت أو تصوير مرونة النسيج. فبيشوف إن النسيج قديش ضعيف. نفس الشيء جماعة القلبية طلبوا من البرنامج اسمه سترين ريت شو سترين ريت؟ قال احنا بدنا نشوف القلب عم يتحرك ولا لا بجده طبقنا في شيء دوبلر قال هيك شيء دوبلر كيف تعمل لها مخطط؟ قال فيني اعمل لها مخطط قال لي اعطيها على وزن يعني سترين ريت بعمل مخطط بينها مخطط بين الدوبلر؟ لا شيء دوبلر نشوف شو الوضع في الدراسة كل دراسة حالية بل احنا عندنا بيمو وعندنا دوبلر وعندنا بيمو تدخله شكل من صارت مية تشريحية هون نأخذ بنية وظيفية على الجريان هون نأخذ بنية وظيفية عن مساوي طيب شو اللي بيردس تتنس هون هذا نشوف نحن دراسة هلا نحن قلنا ايه مو يعطينا هذا الخطأ صح؟ هذا الخطأ بي مو معنا هيك الخطأ كل ايه مو هذا مو معنا كل أمو نحن نسمو ليه مود هذا هو؟ نخطط هون شايفين الله شايفين البي مود بمشي اللون هو كريستالا بيطلع على البي مود والاي مود بتعطينا مخطط زمني دائما الاي مود بصور قلب الاي مود دائما يا الجن يا البعض هذا اشوف فيديو عن تصوير الله هذا احنا اسمه يا اناتومي يا هاجي اناتومي تشريحي مثل ما دي مود فاكشنال هو البوزيتيف مثل الدولار دولار ام او هي مثل ما او دراسه تصاوي تشي مثلا فهي فعل الاسم كل شيء وظيفي هذا كل شيء هو هي فلك هذا تصوير دولار شو هو تصوير دولار يحكي عليه كل شيء شو حكي الدنيا هنشوفه صح
Doppler ultrasound is used to detect flow within vessels. To demonstrate the use of Doppler ultrasound, we will obtain a mid-long axis view of the common carotid artery using a high-frequency linear transducer. Activate color Doppler on the device and position the color box over the lumen of the common carotid artery, or CCA. The color bar serves as a legend that maps color to the velocity and direction of the blood flow. Here, the red color indicates flow toward the transducer, and the blue color indicates flow away from the transducer. The intensity or brightness of a color is a representation of the velocity of flow. By convention, the display should be configured so that flow within arteries is represented as red, and flow within veins is blue. The color bar can be inverted. This is generally done to display normal directional flow in an artery to be represented with red color. Adjust the color gain if necessary, so that color only appears in the lumen of the vessels, not outside of them. The normal CCA has a laminar flow pattern. This means that flow velocity in the center of the vessel is higher than near the wall of the vessel. Activate the spectral Doppler display mode. The spectral Doppler waveform enables the user to graphically visualize the velocity of blood flow over time. The system is dependent upon the user to set a number of parameters so that the correct result is displayed. First, the Doppler sample volume gate should be positioned in the center of the lumen or in the area of highest velocity. Next, adjust the sample volume. The sample volume is the area of flow that will be represented in the waveform. The sample volume size should be set to approximately one-third of the vessel diameter. Another user-configurable parameter is the angle correct setting, or AC. The AC corresponds with this bar. The purpose of this setting is to provide a correction factor in order to achieve the correct insonation angle. The goal is to align the AC bar with the direction of flow. The AC value should be in the range of 0 to 60 degrees for the carotid artery Doppler study. Obtain a numeric value for flow velocity by using the measurement tools. Freeze the image and place a measurement caliper at the point of peak systolic velocity in the waveform. The end. The diastolic velocity
can be measured by placing the caliper at the lowest point of the trough, just before this is done in waveform. دوبلر نسيجي كمان بس قلبي في دوبلر نسيجي في دوبلر بولس كلا يمنى تمام هاي الأشياء لاحظوا الدم شو الدم الدم يا أما بتشي دوبلر على النسيج يا أما بالكلا على الدم تصوير الأوعية كمان أقول الأوعية لا سكرافي هو المروني في عنا كمان يدوي إنه بضغط مثلا فيكم قال إذا ما بني على الضغط في طريقة ثانية هل في طريقة ثانية شو هي الطريقة الثانية؟ إنه هو برم بيبعت موجة ضغط فهي تضغط المسيج بعدين بيضغط هذا الضغط هو بآلية معينة هي الآلية بتقول لك إنه هذا المسيج عم يضغط ولا لا فأنت بتعرف خروج المسيج فنحن هدفنا بعد الموجة هلا شو بيجي عليه ففي عنا كم في عنا نوعية طبعا خليها شو عنا في كثير من الأحيان يطلب الأطباء من المرضى إجراء صور الأشعة وذلك لاستكمال عملية الفحص الطبي. صور الأشعة توضح شكل وتفاصيل أعضاء الجسم الداخلية التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة وتعتبر الموجات فوق الصوتية أو السونار من أكثر أنواع الأشعة انتشارا نظرا لجودة صورها وتوفرها في كل الأماكن وتكلفتها المنخفضة وكذلك لأنها آمنة تماما. صور الموجات فوق الصوتية التقليدية تكون من لون الأبيض والأسود وتستخدم لتظهر شكل أعضاء الجسم الداخلية وقياس الأبعاد كالطول والعرض والقطر مما يساعد في تشخيص الأمراض. فماذا لو كان باستطاعة صور الأشعة إظهار مرونة أنسجة الجسم الداخلية بالإضافة إلى أشكالها؟ إن الطرق التقليدية لقياس المرونة تكون باستخدام أصابع اليد للضغط على جسم المريض وذلك للكشف عن الأنسجة المتصلبة وهو ما قد يساعد على تشخيص أمراض معينة. ولكن المشكلة أن استخدام الأصابع للضغط لا يتيح للطبيب الإحساس بمرونة الأنسجة على عمق أكثر من سنتيمتر أو اثنين على الأكثر بالإضافة إلى ألم المريض أثناء الضغط مما يترتب عليه إجراء فحوصات إضافية وخصوصا في حالات الأورام. ولحل هذه المشكلة تم مؤخرا إضافة خاصية لقياس مرونة الأنسجة إلى بعض أجهزة الموجات فوق الصوتية وسميت صور إلاستيسيتي أو إلاستوغرافي ليحصل الطبيب على صور أشعة الموجات فوق الصوتية التقليدية بالإضافة إلى صور ملونة توضح مدى مرونة أنسجة الجسم وتستخدم هذه التقنية بشكل شفافي في تشخيص الأورام مثل أورام الثدي والرحم وأمراض الكبد والقلب والعضلات وغيرها من الأمراض. ولا يتطلب التصوير بهذه التقنية سوى الضغط الخفيف بمجز جهاز الموجات فوق الصوتية على جسم المريض أثناء التصوير ويقوم الجهاز بتكوين صورة واضحة لمرونة الأنسجة والتي تصل إلى بضعة سنتيمترات بدون آلام تذكر للمريض. ويرجع السبب الرئيسي لعدم انتشار استخدام هذه التقنية في معظم المستشفيات ومراكز الأشعة إلى ارتفاع أسعار أجهزة الموجات فوق الصوتية التي تعمل بها وأيضا لوجودها على الأجهزة الحديثة فقط وللتغلب على أما إذا مو سوفتوير بيكون مجرد على موجة إضافية فبيكون بلوك قابل لش ففي بلوكات خاصة في اللي تشتغل على نفسه. خلينا نشوف نحن خلية ثانية على جهاز على شكل جي إي ثم شلون Logic E9 Elastography. The Logic E9 Elastogram is achieved by positioning the ROI box around the region of interest and then applying a slight compression of the skin surface with the ML615 transducer. The soft lesion deforms under the pressure.
The chromatic scale assigns soft tissue as red and hard tissue as blue. The elastogram indicates that this lesion is soft. The hard lesion does not deform under the pressure like the soft lesion. This elastogram indicates that the lesion is hard. The quality indicator provides visual feedback to monitor compression technique. The indicator will appear green when a proper technique is used, and blue, yellow, or red when the technique needs to be modified. There are many display formats available with Logic E9 elastography. Full screen display mode, side-by-side with imported digital mammogram, or fused with the patient's previously acquired PET, MRI, or CT using volume navigation. هي معنا شغال، لا ما عم تحرك مع تمرين الموضوع تمام؟
هاي الرسالة. في سبيكال تراكينج دوام دوام بدرس حركية فعالية ثانية هي بعد الأمر سبيكال تراكينها هذا الشيء. هذا كيف حدث؟ طيب نحن دائما نسمع هذول النوت إلو الرموز يرمزوهم كان على الجهاز كان يجب أن تكتب سي هاي الكلمة كاي دي هذا بلسوين في هذا باور دوغرا تريبليكس تريبليكس هذا قطع الله معه هاشو شو هلا احنا اشكال تصوير يا مع بالصدر تي تي اي يا عم المري تي يا انترا كارديو انترا باسكو انترا كارديو شو هذا شكل الصورة ان احنا الرواج بنرسل 1% رواج ونستقبل ديزاين وكل كريستالة تبني خط هذا الخط اللي عم فيه شو عم فيه كل قديش هو قاعد ترجع عنده قاعد مثلا العجاز عالي رجعت له مثلا 200 موجه قاعد عندي 200 موجه هون قاعد عجاز عالي رجع له هون 50 موجه اكثر رجع له هون هيك فكل وحده بعطيها العجاز هي الموجه بعطي له موج هو بعطيه جهد بعطي له جهد احنا هيك عندك الامواج هي بتهتز الكريستال بتعبر عن جهد هذا الجهد بعبر عنها على سطوع الصوره تمام؟ كل خط مثلا بتمثل كريستال بتبدا بعدها العائله اذا تم تشتغل 3000 مثلا موجه حسب قديش نحن العائله شلون بنبني الصوره؟ هي هي بتاخذ الصوره بعيد مناره طبعا فهو مثلا 100 طار في كريستال ياخذها وحده وحده لا كريستال كريستال بيبني الصوره هي بيسبرو ترانسديوسر راح عوالجها اخذ خط خط على الهيئه شيء اسمه سكان كونفرجن هو الجزء الاساسي في السوق العادي بلاحظوا كل خط كان خطوط اخذناهم المخطوط اعطاهم هيك بهذا الشكل طلع هيك ترانسلت هيك بالسرعه هي اللي بتستعمل هيك عرض هلا نحن في عندنا فكره في شكل مشكله لو عم يعرض الصوره اذا كان بس ابيض واسود بسموه مويو بتطلع معنا هيك صوره يا ابيض واسود ما عن عندي تفاصيل تمام هو شو هو شو قال عندي صداع في قال لك 250 اذا ما عندي صداع في المشكله ما عندي ما عندي مشكله طيب شو بساوي انا؟ قال طول بساوي 2 بت طبعا تعبير لوني بعطيها بدرجه 2 بت اعطاني هيك لا بساوي 4 بت بعطيني عمر 8 بت اللي هو 256 هو احسن شيء بدي اشوف احنا كم بت لاحظوا اذا واحد بت اشترى الصوره اذا كان الثاني بت إذا كان شيء بيرسل بيبقى ما عندك ولا لا. وعم يعرف صورة تدرج أعلى. أما إذا كان اثنين بيت يا أبيض يا صورة بيرسل. تمام؟ هون بيرسل حسب بيرسل. كل ما كتر البيرسل هذا كل ما كان رزولي شيء أحسن. هاي صورة. هذا كل ما كان البيرسلات زيادة كل ما كان فهو لاحظوا هو شاف بكسل واحد لمواش اما هون لمواش شاف كم بكسل طيب عبرنا هون على كل على خمسه كاري ورا اثنين خمسه سته سته هون على بكسل واحد ولاحظوا فرق الصوره بين هي وهي كمان بين بين في بعض كل ما زاد سبب زاد بين عبرنا على صوره اكثر حسب الحجم هلا فيديو هون بوريكم شو تأثير الجيم والكونتراست لاحظوا شو وزود هلا هون بس حط هون هلا خط هي الازرق في زيادة من الجيم ولا تقليل من الجيم هلا بتطلع ازرق اقوى فشوف الجيم هلا قللت الجيم بعد ما زودت الجيم شو طول 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 كونتراست زودت كونتراست صار تباين العالم ما في تدرج هون في تدرج تمام الفريم ريت زودته زادت السرعه قللته قللت السرعه هلا اذا قللته بتزيد السرعه؟ اللي بده تبقى الحركه يبقى بعد عرض ما غيرت الشكل اذا بدك شو فيها مش طالعه لا بطيئه زودها زادت الحركه صار
الرضا تصوير ظريف كونتراست شوف شلون هي مادة ظريفة
فالشوك عبي يجي سكت. فالفرق بين الصورة الظلية وهي أنا إذا هون واضح عندي جدار تمام؟ رح أحط له مادة ظلية فبيبين معي فخلي كده بعد حرف الآن. يعني عبية مهمة. دائما في الدولة الجريان في عنا جريان. يا جريان مضطرب يا سطايح يسير. جريان مضطرب وفي سرعة عالية وفي توار عالي. أعلى من المتوقع. هذا عادي. وحتى في المنخفض الوانين السيستر كان دياستر كوبيت السيستر في العالم الانبساطي تاي قليل والانقباضي عالي والوسطي واحد اما هو الوسطي نفسه الجريان العادي بس الانبساطي اعلى والانقباضي عالي الجاز يختلف جهاز ايكو فردي عن البيولوجي ليش حكيت هالسؤال؟ دائما بالله كانت تاخير كلهم مش طبعا هذا ليش مش طبعا؟ وبشغل القدر الشغلات الأساسية اللي بتفرق إنه إحنا شو عنا بهذا الشيء بالميّاس؟ ليش هو نفسه؟ أهم شيء في الشيء بالميّاس الشغلية الحركة. بعد بدي فريم ريت عادي. الجهاز فريم ريت قليل. ما حمشي حاضر. ممكن صور بس ما حمشي حاضر. تمام؟ مو نص فريم عادي. شايف لك هذا جهاز أقل صور عم صور. تمام؟ يقول لك ليش ما عملت هيك؟ والله جهاز سيم ظني منيح. ليش ما عرفوا الدكتور؟ يعني الفرق بين الفيلم والياباني والثاني الفريم ريت هذا شغله اساسيه. المهم بقى هذا الشغله الثانيه عدد الكريستالات الصغيره وفي تكون غير وجهه الشغله الثانيه عدد الكريستالات بالضبط. لكن ما قدروا ما قدروا في البحث ليش بس قدروا هذا عندي خطوط صار اكثر هذا الدقه الحيزيه تبع الازرق بعد هذا ما في ضوء سوداء مشان عالي شغله ما عاد عالي شغله الدقه اعلى تمام؟ اعطانا صوره واضحه تمام؟ هي بالنسبه لي فعلى هاي فكرة إنه أنا فأنا بدي هاردوير تبعي هاردوير تبعي في معالجات أسرع حتى المعالج تبعه معالج مصمم صيني مثلا قوي في أجهزة صينية عالية بس ما هي قوية بس أجهزة غالية في أجهزة ثانية مثلا لا ياباني أعلى أحسن شيء بكتير وليش أحسن شيء بكتير لأنه معالج أعلى يعني الجهاز اللي فيه تصوير ثلاثي أبعاد معناتها معالج كمية البيانات كثير عالية شلون بيكون عم يتصوير هاي الجهاز؟ فهاردوير تبعه قوي لازم يكون في بروك فيز دارين بس هذا ما في بروك فيز دارين لا طبعا مش تقبل فيز دارين هو اللي بيعمل لي سي تمام هو اللي بيعمل لي مثلا فيز دارين هو اللي بيعمل لي البحر هو بيعطيني عنصر الكروني هو بيعطيني زاويه شو اسمه فوتو ريت هذا فيز دارين هو شغله اوكي ممتاز على بلاش قياسات قلبيه حتى يكون انه القلب موجود على لازم يكون في برامج مطورة سكرين وسكرين ريت حتى يقدم بعد دراسة حتى تلمح لعبها. حكينا على الفوتو فيت جوهرية نفس الشيء. هاي تصوير يا من برا يا بعض الناس. تمام؟ هل الشركات هلا شو هيك لمحة بسيطة بس عشان احنا نحن محاولات منها انه شو فيها شركات بالعالم؟ في كثير شركات فيكم. في شركات جي اشترت شركة بينكوين وبيت. في سامسونج اشترت هندسون مثلا. سيمنز اشترت اكسون فيلز اشترت اتش بي او اجينا تو اي بي اشترت توشيبا انا اشترت كانون كانون اشترت توشيبا في بايو سارد ادارت اشترت كونترو في سارد اشترت كونترو في عندنا الالوكا اشترت هيداشي تمام فهذا شغلات كثير مختلفه كثير الدنيا هلا بتدفع سوق جديد بس ما كثير هلا بتسوق كوريا هذول هاي يابانية هاي كندية هاي كندية طبعا إذا هاي كمان ألمانية شو هي الأماكن اللي تسمعها؟ جي الأول في العالم جي فيليبس لا لا ما هو بعدين بيجي بعدهم الياباني توشيبا والهيتاشي مع سامسونج سامسونج بالميديسون كيلو خصوصا بالمثالية ما بتبقى موجودة في القلبية اللي زادوا كي قوي بالقلبية في الوسط يعني مقارنة ببعض الشيء سوريا هي شركة مايكل شركة وصارت معهم هي شركة مايكل تمام؟ فهي اللي أهم شركة شركات صينية في مايكل هي أول شركة على الأندية بيوتي في كثير شركة مثلا لاندي سيوي سونسكي يعني أكثر من نحن هذا هذا نحن أصلاً بيكم البشرة في أجهزة قديمة بس عم يزود بعض التشكيلة منوعة ليش؟ كل واحد له تطبيق كل واحد له وظيفة كله قدرات يعني معالجة تبعه أهم شيء معالج شو
شو معالج والبرمضات بتركب عليه ليش كنت اهم شيء بعد تتحكم بالصور معدل الاطارات العمق التردد هيك بتكون مثلا الشاشه مثلا هيك كيبورد بتلاقي زرار كثير كل زر مثلا هدول زرار رمان صغار في زرار قياسات زرار كتابي زرار تحكم بالسكيل والبيز لاين تبع الدوم سكيل يعني السرعه تحكم بسرعه الدوم زودها النقص زرار تحكم بالجين سطوع زوم فريز جنب الصوره تبس غيرها فوكس عشان نحسب ثقة جانبية. تي جي سي هنا بحكي العالم. تخزين الصور مثلا. حيث جاي ال تي جي سي حكي العالم شوي عشان كل الناس على الصور. الو القاضي هذا العام. عندي الفون. هذا اكثر يعني هذا اكثر؟ هذا اكثر. بس دائما تي جي سي احطه فوق وتحته اسوار عشان يفتح. شلون تزود عدد الإطارات؟ يا بنقص عمق يا بترجع على الأوتوبيس، نحن بنقص على ذا المرض المحقق أو بتضل على رقم واحد. أي بار تضل مبسيطة أو يعني المرض المحقق في غيرها وعدد كبير. سيرفس بروجرس. هي تقلل على المقصود. الزاوية تبعها. الزاوية تبعها. فيني لونه. فيني أقلب الصورة. فيني يوجه الصورة. يوجه اللونه. في تحسين الصوره في البيز ستارز تحسين الصوره هذول كلهم معالجات الصوره ليش عم بقول عليها بس بعد الدوره اللي هي قصه فيها كثير تفصيل بس هون في ميد الخازن في الزوم بعمل وصلنا في في لوب المحل في الزاويه تنظر المحل أي طريقة جنب ما حكينا عليه شلون بيسمع شلون يشلون نفس الهيبرو هاي الانتفاضة سماها تعطينا خطة هاي نقطة وهاي نقطة هاي أربعة هاي 12 شلون هاي نقطة تسعة بس على الأرقام لا أربعة إيش جودة كثير مهم جودة قلنا هي هاي معادلته معادلته هو التغير الفريكونسي أنا المجهول الوحيد عندي هو الساعة تمام شلون بحسبها عندي تردد مرسل تردد مستقبل مستقبل ترانسفير في عندي مستقبل الجوبر مستقبل عندي السي عندي ستاتيك عندي بيبقى الزاويه اللي لازم احددها طبعا الساعه جمعنا السي الجوبر بعد هلا عندنا مشكله بالنسبه اللي هي الزاويه 90 شو بصير عنها؟ بتصير صفر صفر فنحن لازم ما نكون زاويه 90 لازم 60 او 60 واخذ تعالى واشرح لهم تعدل الاشاره هذا شايفين جدا فكل ما زادت كل ما كان زاويه اقل اشاره صحيحه تمام بعدين تقلب الاشاره هيك دوبل المنطق اللي حكينا عليه في تاثير فيها حكيت حتى بالخط على المحاوط هاي سبكترم هي الإشارة الأساسية المحاضرة على الدرجة الرابعة هنا عمل فلتر جدارية هدول الخطين عارفين بي دبليو هنا نقلل الإشارة إذا كان مخصوصة في العالجة في المستقبل مثل ما نعرفه جزء بيرسل جزء بيستوي فتطلع على المستقبل بس على حقك يعني كلام هاي كلام بس كلام مثل ما قالوا شو تقولوا انه بس لعبيد دم ما اعرف شو يعني بس دم اللي طلع لاحظوا هون اعطينا منطقة تحت بدا يجي تحت دم الفاطلة بدل ما ناخذ الى ساعة فبدا يجي ساعة دبر النسيج ما هو دبر النسيج هذا النسيج اختار عن الدبر العادي من بعدين ما كان التسويس لازم على التسويس معي
هذول النقاط الصغار حكينا عليهم لا نتكلم عن النقاط الصغار دائما المحاضرات ما عمش اسمه خطط فندقي ابسط مخطط فندقي للايكو يبلش برو يديه شاشه صغار نحن صوره واضحه بالنص عندنا فرونت اند وباك اند فرونت اند هو الاستحصال تمام وعاجب طيب هي فورمه شيء اسمه فندق والباك اند هو شيء اسمه الباك اند شيء اسمه معالجه للصوره معالجه الصوره بشيء اسمه سكان كونفرجن يتحول الخطوط لصوره عبيه على سلام. نحن على خطوط. هنصحها لنا. هنتجينا أمواج يعبى على خطوط. خطوط شمع فيها صورة. عن طريق شو اسمه سكاتر. إذا كنت تفصلوا فيها. هاي هون هذا من الكادر اللي موجود منه. تبعي عن دول منه. إذا كنت تفصلوا فيها. تفهم في الصندوق المخطط الصندوق اللي بعليكم. في مرتب عني. تفرجوا على الفيديو. تفصل بالتفصيل. مبزئ. نفس الشيء هو هذا الرابط تمام وجود الشباب اللي مخصص للسبب يعني هو على الاطلاق عليها هذا هذا هلا في قصة النهايه الاماميه Disconnect the USBS power cables from the rear of the printer. Set the brakes on the front casters. Then, with the tips of your fingers, grasp the edges on both sides of the e-box front panel, placing your thumbs at the top corners. Gently pull the panel straight out. The panel will unsnap from the retainer clips that secure it to the card frame or a regulator module assembly. Assembly out of the e-box. قال في عندنا برامج صيانه شان في تعليقه دخل باسورد معين او دخل معين تروح على السيرفيس مود سيرفيس مود هذا شو سيرفيس بحنا نعمل فحص الجهاز تبع الجهاز نفحص كل بورد لحاله يعطينا تيست عنه ولا نهار بورد عطاه ولا ما كل شيء هلا انا جاي I'm going to go to the next one.
نشوف